حدثني عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اراه قال الله تعالى يشتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما ينبغي له اما شتمه فقوله ان لي ولدا واما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بداني